سعادة المستشار، أنا مش مستشار. طيب حضرتك مرشح على منصب نقيب إن شاء الله. اتفضل. البرنامج عشان الشباب المحامين يعني ايه عايزين يعرفوا كل برنامج، كل نقيب ايه برنامجه وايه اللي هيديه للشباب، شباب المحامين. طول عمري براهن على الشباب، وتحديدا وهذا كلام موثق، في 2005 في انتخابات 2005 قلت ان ان الشباب هم صوت الغضب القادم، وانا براهن على الشباب. وانا رغم سني ده معروف عني في اسكندرية انه نقيب الشباب، شباب له الاولوية الاولى وله القدح المعلى في برنامجي، بدءا من المحامي تحت التمرين الذي قلت من دقائق انه كتاب تحت الطبع هو الاولى بالاهتمام وبالرعاية، ولا بد من مد بالمراجع العلمية، ولا بد من الاهتمام به في معهد المحاماة حتى يطبع جيدا. واهتمامي بالشباب في روافد كتيرة جدا لحل مشاكل الشباب هتنزل في برنامجي الانتخابي. أبرز ما فيها سعادتك؟ أبرز ما فيها توزيع نظام الانتداب، القضايا كلها لابد أن توزع على المحامين بالانتداب، لأن أمر الإحالة بيتضمن ندب المحامي صاحب الدور، وزملائنا المحامين فاهمين خطأ أن المحامي أن المتهم له محامي موكل، ملوش محامي منتدب، لا، له المتهم له محامي منتدب مع المحامي الموكل، عشان إعطاء الفرصة للشباب بالتواجد في المحكمة. وإن هو لما نيجي نوزع نظام الانتداب بدراسة ونقيم من بشأنها إدارة تتولى الجدول بتاعنا مظبوط في الانتداب، هيصيب المحامي الشاب كل شهر من ثلاث قضايا لأربع قضايا، أقل أتعاب بتقدر 500 جنيه دلوقتي. هذا فضلا عن أن القانون اتعدل، وأن الحضور في الجنح دلوقتي لابد من وجود محامي مع كل متهم في الجنح. هذا باب الـ 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 الاستثمار، لابد ان احنا نبص مثل نقطة في غاية الأهمية. القانون بينص ان اي شركة مساهمة لها مراقب حسابات لابد ان يكون لها محامي ومستشار قانون. هذا لا يفعل. احنا لو جبنا كشف وسجل الشركات الموجودة، شركات المساهمة وما اكثرها، ونتابع التعيينات اللي فيها، هتحل مشكلة كبيرة جدا. المعاش لابد ان يصل المعاش الى 5000 جنيه، وانا مش بقول هذا الكلام اي كلام، موارد النقابة تسمح. عندنا باب واحد وبند واحد من ايرادات النقابة اسمه الاتعاب المقضي بيها. اي قضية على مستوى جمهورية مصر بيبقى فيه 33 مليون قضية في السنة، الخاسر دعواه بيدفع اتعاب اسمها اتعاب المحاماة المقضي بيها. كانت زمان 5 جنيه و10 جنيه، دلوقتي حدها الادنى 75 وبتوصل 150 و200 في النقد. هذا نهر فلوس داخل نقابة المحامين، اربطه في صندوق للمعاش وللعلاج، هيوفر كتير جدا جدا. الزملاء محامي القطاع العام للاسف الشديد بتلعب بيهم الكوره في كل الانتخابات، وهم وقود لكل المعارك الانتخابيه. اخر حاجه اقولها هم هيعرفوا كلامي كله، محامي القطاع العام هو حامي المال العام، لابد ان يعامل معامله محامي قلم الدوله او قلم قضايا الحكومه، لابد ان يعامل معامله وكيل النيابه الاداريه. سنه 91 صدر قانون اسمه 2003، قانون اسمه قانون قطاع الاعمال 203 لسنه 91 على ما اتذكر. نص قال يجتمع مجلس الوزراء مع مجلس نقابه، نص كده يجتمع مجلس الوزراء مع نقابه المحامين للتنسيق ووضع لائحه تحدد حقوق المحامين في القطاع العام. حتى الان لم تصدر هذه اللائحه على اختلاف مجالس نقابات المحامين وعلى اختلاف مجالس رئاسه الوزراء. شكرا سعادة المستشار، وبكل التوفيق. شكرا شكرا, شكرا.